again الأبيض والرمادي ألوان مختلفة عن الخشب، لكن الخشب يظل خشب، نستخدمه في تكسية حتى شفاطات المطابخ، الحوائط نفسها استخدمناها هنا بطريقة جميلة جدا باللون الرمادي الحديث اللي الشباب المعماريين يحبونه. الرمادي احنا غرامنا، فلما تستخدمه بالطريقة هذه تعطي انت المكان ارتفاع. اذا كان عندك ارتفاع نازل، لا الطول راح يعطيك انك كأنك انت في منطقة جدا عالية. وهذه المنطقة ترى ماكو 4.5 × 5، ماكو شيء ترى، بس تحسها بنبط مختلف. فهذه شغلة الخشب هني، تصبغه تخليه على لونه الأصلي، كلها ترى عناصر تضيف حق العمارة وحق المساحة الداخلية اللي عندكم. رمادي أبيض خشبي، وضيف معه أي لون. والزراعة طبعا هي أكثر شيء أنا استخدمه أو تستخدمونه خارجية ولا داخلية، تعطي الجمال كامل، تكمل الصورة كلها.